الله سبحانه وتعالى لما يقول لي يا ابي انت صوم، شو يريد من عندي؟ بس يجوعني، يجوعني ويعطشني، يهديني بس هالشكل؟ لا، جل الله من ذلك. الله ما يريد يهدي الانسان. الله يريد في الواقع يجعل شيء على العبد من خلاله يحصل على اشياء اخرى، يعني اهداف اخرى. انت لما يجوعك يريدك تشعر جوع المرضى، جوع الفقراء، جوع الناس اللي ما عندهم. لما تعطش حتى تتذكر عطش يوم القيامة، وشون أنت يوم القيامة وعطشان، ومن اللي راح يرويك؟ وما يرويك إلا العمل الصالح. هذه في واقع الحال إعطاء حسب تعبيرنا، شو سموا أنتم باللغة مالتكم، بروفة، تمرين وتأهيل، أنه أنت في واقع الحال تعيش حالات المحتاجين والفقراء والمضطرين حتى تشعر بهم، كما في الحج. نعم. لما يقول للغني والفقير انزعوا أثيابكم، البسوا الإحرام، كلكم في حال سواسية، حتى لا يميز الفقير عن الغني، والكل تحت راية واحدة وهي الله، لبيك اللهم لبيك. الله يريد من عندنا خلق أخلاقيات وسلوكيات وروح تربوية مهمة في داخلنا. فلما أصوم خلي يكون صومي كما أصوم عن الأكل، أصوم عن السب والشتم، أصوم عن الغيبة والبهتان، أصوم عن الظلم والعصيان. نعم. هذا الصوم، صوم الجوارح مهمة جدا، وصوم الجوانح أيضا مهمة، على أن لا أنوي الغلط، لا أسيء الظن بالناس، لا أتجسس على آخرين، لا أسقط الناس، هذا كلش مهم. ولا بد الإنسان كما يترك المفطرات المعروفة العشرة، نعم، كما يترك المفطرات العشرة يترك المعاصي ولا وما أمر الله سبحانه وتعالى أن يتركه الإنسان. نعم. سواء كان من القضايا الجنسية والقضايا الشهوية والقضايا المالية والقضايا السلوكية.